اللي باش تصوروا تونس من الهيئة هو معالجة لإرث الماضي. البلدان اللي ما عالجتش إرث الماضي تمشي تمشي وتدخل في استدامات اجتماعية. أعطيك مثال إسبانيا. إسبانيا اختارت باش ما تعالجش إرث الماضي وما تعملش عدالة انتقالية. قالوا ليها تنصالحوا وتعدل الأمور. مشاو مشاو بعد 40 سنة تو في استدامات وقطيعة كبيرة ما بين كاتالونيا ومدريد. كاتالونيا هي راهي الجمهوريين ومدريد هي الفرانكيست. دونك تو كلهم تو يقول لك خويا نحب نعرف انا فين بابا مدفون وشكون قتل عزيزي. هذا قاعد يصير تو في المغرب في اسبانيا. البلدان اللي عملت عادلة انتقالية نفست على روحها، عملت معالجة صلحية لإرث أليم نتاع استبداد. وباش نعملوا به شنو؟ باش نعملوا به اصلاحات. أي. الاصلاحات هذية باش تخلينا انه من هنا فصاعدا عندنا دوله قانون، انتم كصحفيين معنا محميين وقت اللي تقوموا بوظائفكم ما تلقاوش نفسكم في الحبس، انه مواطن تونسي كي يتكلم على حاجه اتجاه دوله ديمقراطيه، دوله ديمقراطيه ودوله قانون. اذا احنا الخدمه اللي باش تاخذها تونس بعد ما نكملوا هي حاجه اللي تخلي الصلح في تونس سيحدث والإصلاح في تونس سيحدث، مش تكونوا فخورين بأعمال الهيئة.